بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما في إطار مراجعتنا لدور البروتينات في الدفاع عن الذات، اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى دراسة ما يعرف عند الإنسان بالـ HLA أو ما يسمى عامة بالـ CMH، لكون هذه التراكيب الجليكوبروتينية لها أهمية كبيرة في أنها تلعب دور مؤشر للذات واللذات. انتبهوا لدي، لدينا الوثيقة رقم واحد. هذه الوثيقة رقم واحد تمثل نموذج للبنية الجزيئية للغشاء الهيولي. مطلوب منا أو أول تعليمة طبعا هي أن نكتب البيانات حسب الأرقام. إذن كتابة البيانات للوثيقة واحد حسب الأرقام. ما دام رانا في إطار المراجعة، لا ننسى أننا في القسم كنا تطرقنا أن الغشاء الهيولي حسب نموذج الفسيفساء المائعة يتكون من طبقة بروتينية محيطية خارجية وأخرى محيطية داخلية، وبين الطبقتين البروتينيتين توجد طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة بهذا الشكل مثلا. هذه طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة. جزيئات الفوسفودون تعلموا أنها لها قطبين، قطب محب للماء، من المفروض الأقطاب المحبة للماء تقابل الجزيئات البروتينية، سواء البروتين المحيطي الخارجي أو البروتين المحيطي الداخلي، وداخل هذا وأقطابها النافرة للماء تتقابل فيما بينها. داخل الطبقة الفوسفوليبيدية المضاعفة والمائعة من المفروض توجد بروتينات خلالية. إذن في هذا الشكل أو في الوثيقة واحد نلاحظ أنهم مثلوا فقط الجزيئات الفوسفودونية وبداخلها ما يسمى بالبروتينات الخلالية. وعلى هذا الأساس البيان رقم واحد نعتبرها سلسلة سكرية مرتبطة ببروتين خلالي أو ضمني، وعلى هذا الأساس تمثل ماذا؟ تمثل سلسلة سكرية مرتبطة بالبروتين اللي تعرف بسلسلة جليكوبروتينية. اثنين يمثل أحد البروتينات الخلالية، أي بمعنى التي تتخلل الطبقة الفوسفوليبيدية، إذا بروتين خلالي قد نسميه بروتين ضمني. ثلاثة تمثل جزيئة ماذا؟ جزيئة فوسفوليبيدية. إذا ثالثا جزيئات فوسفوليبيدية. يبقى لنا رابعا، لاحظوا معي جيدا رابعا، وهي سلسلة سكرية مرتبطة مع الجزيئة الفوسفودونية. لذلك ستمثل سلسلة، بدل ما نقول جليكوبروتينية مثل ما التي كانت ترتبط بالبروتين، إذا نقول عليها سلسلة كونها ترتبط بالدون، سلسلة جليكوليبيدية. لا ننسى أننا نحن بصدد تحديد أهمية ما يسمى بالسيعماش أو ما يسمى بالHLA في أنها كمؤشر للذات واللاذات. لذلك إذا كان ماذا حتى نفهم ذلك، إذا الآن راح ننتقل إلى هذه الجزيئات الفوسفوليبيدية، نحاول الآن أن نثبت أهميتها. إذن لدينا سلاسل سكرية مرتبطة بالبروتينات، مع البروتين ستشكل التركيب الجليكوبروتيني. لا ننسى أن هذا التركيب الجليكوبروتيني يلعب دور مؤشر يحدد الذات واللاذات. يمكن معرفة ذلك من خلال تجربة بسيطة، وهو تخريب
هذه التراكيب الجليكوبروتينية مثل ما مر معنا سابقا. إذا الآن إثبات أهمية التراكيب الجليكوبروتينية. هنا كمؤشرات للذات واللذات، إذا كان خربنا هذا التراكيب الجليكوبروتينية، مثلا نأخذ من فأر SA، نأخذ منه خلية لمفاوية. الخلية اللمفاوية لا ننسى بأنها نوع من كريات الدم البيضاء تتميز بوجود نواة، وهذه اللمفاوية نعالجها بإنزيم الجليكوسيداز. إذا المعالجة بإنزيم الجليكوسيداز. وذلك بهدف تخريب هذه التراكيب الجليكوبروتينية. بعد ذلك نعيد حقن هذه الخلايا اللمفاوية بعد ما عالجناها بإنزيم الجليكوسيداز، نعيد حقنها إلى نفس الفأر. إذا كان يعني بالدم، إذا كان فحصنا قطرة الدم في منطقة الحقن، نجد أن الخلية اللمفاوية تمت بلعامتها عن طريق بالع. إذن هذا عبارة عن نواة، وهذه عبارة عن بالع، وهذه عبارة عن الخلية اللمفاوية. هذا يعني أن الخلية اللمفاوية بالرغم من أنها مأخوذة من أسأة، إلا أن البالع المأخوذة من نفس الفأر عملت على بلعامتها، وبهذا هذا يعني أن الخلية اللمفاوية أصبحت بمثابة خلية غريبة، وذلك لغياب هذه التراكيب الجليكوبروتينية. وعلى هذا الأساس راح نستنتج أن التراكيب الجليكوبروتينية أو ما أسميناه عند الإنسان بالأشعلة، وعند باقي الحيوانات تسمي ماذا؟ سيعماش، تعتبر مؤشرات تميز الذات واللاذات. هذه المؤشرات طبعا هنا تكون عند الخلايا، تعتبر مؤشرات، تعتبر مؤشرات طبعا عند الخلايا ذات النواة، عند الخلايا ذات النواة. تميز الذات واللاذات، وبهذا هذه المؤشرات من المفروض أن تكون متماثلة في جميع خلايا العضوية الواحدة، باعتبار أن خلايا العضوية الواحدة نشأت من انقسام نفس البيضة المخصبة، كما أنها متماثلة في التوائم الحقيقية، يعني اللي نشأت من نفس البيضة المخصبة. وعلى هذا الأساس هذه الخلايا العضوية الواحدة أو خلايا التوائم الحقيقية نعتبرها في هذه الحالة ذات. أما التراكيب الجليكوبروتينية السابقة ستكون مختلفة من عضوية إلى أخرى، وهذا ما يمثل اللا ذات. الآن ننتقل إلى معرفة تركيب، ننتقل الآن إلى معرفة تركيب هذه المؤشرات. لهذا الهدف نقدم الوثيقة جيم. لاحظوا معي الوثيقة جيم. الوثيقة جيم من المفروض فيها شكلين، شكل واحد وشكل اثنين. إذا كان تتذكروا من خلال ماذا في القسم، نقدر نقول بأن الوثيقة جيم تمثل رسم تخطيطي للأش ال أ. هذا يعتبر أش ال أ أ، وهذا عفوا هذا يعتبر أش ال أ أ، وهذا يعتبر أش ال أ دو. بمعنى الشكل واحد من الوثيقة جيم، الوثيقة جيم الشكل واحد يمثل رسم تخطيطي ل HLA A، والشكل اثنين يمثل رسم تخطيطي
لي اش ال ا 2. طبعا الاش ال ا الاش يعني هيومان، والال هو لوكوسيت، والا انتيجين يعني مولد الضد البشري، يعني هذا النوع من مولدات الضد. اول ماذا لما اكتشف، اكتشف في بعض الانواع من الكريات البيضاء اللي هي اللوكوسيت وعند البشر، ثم بعد ذلك وجد هذا الاش ال ا في الخلايا الاخرى. سنرى ماذا، اين يتواجد الاش ال ا واين يتواجد الاش ال ا 2. وفي هذا ماذا، التسميه هذه تطلق على هذه التراكيب عند الانسان، اما عند الكائنات الاخرى نقدر نقول عليه سي اماش. سي اماش، سي اماش يعني اللي هو معقد، كومبلكس، معقد التوافق النسيجي الاكبر، هذا بصوره عامه. الان اذا حاولنا ان نجري مقارنه ما بين الاش ال ا ان والاش ال ا 2 من حيث مثلا التركيب او من حيث البنيه، من حيث مكان التواجد، ومن حيث ماذا الوظيفه الى اخر ذلك، نقدر نقدم الان انطلاقا من الوثيقه جين، وبالاعتماد ايضا على المكتسبات التي تطرقنا اليها في القسم، نقدر نضع مقارنه بين الاش ال ا ان والاش ال ا 2. اذا الاش ال ا ان وهنا اش ال ا 2، هذا بالاعتماد على الوثيقه والمعلومات اللي ماذا التي شاهدناها في القسم. لاحظوا معي جيدا، تلاحظوا هنا وجود بدايه بدايه وهي ان اش 2 ونهايه سي او اش، بدايه ان اش 2 نهايه سي او اش، بدايه ان اش 2 نهايه سي او اش، وكذلك ان اش 2 سي او اش. اذا ما دام هذه البدايه كاين ان اش 2 وسي او اش، اذا فهي عباره عن سلاسل سكريه. اذا بالنسبه لي الاش ال ا ان او الاش ال ا 2 كل منهما يتكون من سلسلتين بروتين، عفوا سلاسل، عفوا بروتينيه ليست سكريه، سلاسل بروتينيه. اذا كل من الاش ال ا ان والاش ال ا 2 يتكون من سلسلتين بروتينيتين. احنا قلنا الاش ال ا لا يتكون من جزء بروتيني، بل جزء بروتيني وجزء سكري. ممكن الجزء السكري هنا ما مثلوش، لان الاختلاف في الاش ال ا من شخص الى شخص يعود الى الاختلاف في السلاسل البروتينيه وليس السلاسل السكريه. ممكن في بعض المراجع ماذا يمثلوا ماذا السكر كالتالي، هنا يديروا مثلا دائره تمثل جزء سكري، وهنا دائره تمثل جزء سكري. اذا الف هنا كاين وجود للجزء السكري، هنا وجود للجزء السكري، هنا عندنا وجود للجزء السكري، هنا وجود للجزء السكري، هنا. اذا معناته السلاسل السكريه قد ترتبط ب، عفوا السلاسل البروتينيه ترتبط بالسلاسل السكريه، لذلك قلنا عليها تراكيب جليكو بروتينيه. اذا بالنسبه للاش ال ا ان لاحظوا معي جيدا، بدايه كاين عندنا ان اش 2 وسي او اش. الان سي او اش هذه تكون منغرسه داخل ماذا، داخل الغشاء. اذا هنا يتكون من سلسله ماذا بروتينيه، هذه السلسله البروتينيه من النوع الفا بمعنى الالتفافات. احنا درسنا في البنيه البولية البروتينات بالفراغيه ان هناك التفافات من النوع الفا او من النوع بيتا، هذا يعود الى طبيعه التحلزن، هل هو ماذا أو طبيعه الالتفاف، هل هو متحلزن او ماذا مطوي في شكل ورقي اللي هو قلنا عليه الفا وبيتا. اذا الاش ال ا ان يتكون من سلسله بيبتيديه من النوع الفا وسلسله بيبتيديه اخرى من النوع بيتا دوزان. تتميز هذه الفا عن بيتا في ان الوزن الجزيئي لالفا اكبر من بيتا، وبالتالي نقول ان ماذا اش ال ا ان تشكله سلسله. هنا هذه السلسله البروتينيه تكون مرتبطه هنا بالسكر، وهنا مرتبطه بالسكر، اذا هذه نقدر نقول عليها سلسله سكريه، سلسله جليكوبروتينيه، عفوا جليكوبروتينيه، لأنها مرتبطة بالسكر من النوع ألفا. لاحظوا كاين ألفا 1 ألفا 2 ألفا 3، وهذه السلسلة ثقيلة
يعني ثقيلة في الوزن الجزيئي، يعني عدد أحماضها الأمينية أكبر من سلسلة أخرى تشكله سلسلة، وسلسلة أخرى السلسلة الأخرى من المفروض لا ترتبط مع السكر، وبالتالي هي السلسلة فقط بروتينية. وزنها الجزيئي خفيف يعني قليل، نقول لها خفيفة من النوع بيتا دوزان. الأشعلة دو تشكله سلسلة بيبتيدية ألفا وسلسلة بيبتيدية بيتا، هاتين السلسلتين كل منهما يرتبط بالسكر. لو كان مثل السكر هنا يكون موجود من المفروض سكر، وهنا يكون موجود سكر، وهنا يكون موجود سكر، إذا سلسلتان غليكوليبيديتان أو غليكوبروتينيتان، إذا تشكله سلسلتان غليكو لي غليكو بروتينيتان. أو غليكوليبيديا من النوع واحدة ألفا وواحدة بيتا. بالنسبة لي ألفا هنا تشكل من قسمين ألفا 1 ألفا 2، بيتا تشكل من قسمين بيتا 1 بيتا 2. لاحظوا السلاسل البيبتيدية سواء في الأشعلة 1 أو في الأشعلة 2 ماذا تحتوي على روابط جسور كبريتية من جهة، ومن جهة أخرى مادام تحتوي على التفافات سواء من النوع ألفا أو من النوع بيتا، معناها كل سلسلة ذات بنية ثالثية. وباعتبار أن كل أشعلة يتكون من أكثر من سلسلة بيبتيدية، بالضبط هنا اثنين، إذا تكون كل منهما عنده بنية رابعية. شيء الآخر وهو أن لاحظوا معي جيدا هنا هذا الألف ماذا بالنسبة للأشعلة يحمل أو يعرض ما يسمى بالمستضد البيبتيدي، وكذلك هذا يكون عارض للمستضد البيبتيدي. إذا من المفروض هذا يكون عارض لمستضد بيبتيدي ذو منشأ، من المفروض هذا داخلي وهذا من المفروض يكون ذو منشأ خارجي، لسبب بسيط، لأن الأشعلة يتواجد عند جميع الخلايا ذات النواة، ونحن نعلم بأن الخلية مثلا المصابة ستشكل مستضد بيبتيدي ثم تعرضه عن طريق الأشعلة حتى يقوم الألتويت بالتعرف المزدوج وتعمل على مهاجمة هذه الخلية المصابة كما مر معنا في المراجعة لحصص سابقة. وهذا يكون محمول إما على سطح البالعات أو على بعض الخلايا المناعية مثل وجوده على القلب، وهذا يكون ذو منشأ خارجي، بمعنى الأصل جاء من بعد ماذا هناك بلعمة للمستضد ثم هضمه وتحليله جزئيا وترك المحدد يعرض على السطح. وبهذا إذا كان هذا نوجد على البالعات ونوجد على الألبي، معنى حتى الألبي عندها القدرة على بلعمة المستضدات وهضمها وتحليلها جزئيا وعرض عن طريق محدداتها أو عن طريق الأشعلة 2 ما يسمى بالمستضد البيبتيدي. إذن هذا عبارة عن مستضد بيبتيدي، هنا المعروض يكون ذو منشأ خارجي وهذا ذو منشأ داخلي. إذن النقطة الثانية وهو أن المستضد البيبتيدي المعروض على الأشعلة 1 يكون ذو منشأ خارجي، والمستضد البيبتيدي المعروض على الأشعلة 2 يكون منشأه ماذا؟ هذا يكون منشأه داخلي عفوا، وهذا يكون منشأه خارجي. إذا المعروض على الأشعلة 1 يكون منشأه داخلي، يعني الخلية هي اللي شكلته، عادة تشكل الخلية المصابة، وهذا تكون منشأه خارجي، عادة يكون من الأجزاء من ما تبقى من المستضد الذي تمت بلعامته وهضمه وتحليله جزئيا. نلاحظ في الوثيقة هذه أن الموقع الذي يستقبله المستضد البيبتيدي يتواجد في الأشعلة 1
أعمل بين السلسلتين وهو مفتوح، بينما نلاحظ أن الموقع الذي يقدم عليه المستضد الفيفتيدي في الأشعر A2 يتواجد على جزء من السلسلة الفيفتيدية بيتا أو ألفا، وبالتالي الموقع يكون مغلوق. إذن هنا عندنا موقع مفتوح وهنا الموقع مغلوق. هذا الأشعر A1 قلنا يتواجد على جميع الخلايا ذات النواة، وهذا يتواجد على بعض الخلايا المناعية اللي همنا هي البالعات والألبي. نلاحظ أيضا أن الأشعر A1 في الأشعر A1 السلسلة البيبتيدية من النوع ألفا جزءها الذي ينتهي بالسواش يكون منغرس داخل الغشاء الهيولي، بينما الجزء الآخر يكون نحو الخارج. وأما السلسلة بيتا دوزان كلها تكون موجودة ماذا؟ على السطح، يعني جزءها سواش من غرس. في حين الأشعر A1 السلسلة سواء كانت من النوع ألفا أو من النوع بيتا في جزئها السواش يكون منغرس داخل ما يسمى بالغشاء الهيولي، بمعنى يكون مندمج داخل الطبقة الفوسفوليبيدية. ما ننساش أن هذا عبارة عن ذو طبيعة بروتينية. بعد هذه المقارنة سنحاول الآن أن ننتقل إلى تحديد المنشأ الوراثي لكل من الأشعر A1 والأشعر A2، وبعد ما نحدد المنشأ الوراثي سنحاول أن نعرف لماذا كل فرد يكون يتميز بأشعر A خاص به، بمعنى آخر لماذا يكون هذا الأشعر A مؤشر للذات أو اللاذات. إذن ننتقل إلى تحديد المنشأ الوراثي للأشعلة. الأشعلة هو ناتج عادة باعتباره أنه تركيب جليكوبروتيني. لا ننسى أن البروتين ينتج عن تعبير المورثة، إذن هو ناتج عن تعبير ماذا؟ ليست مورثة واحدة وإنما مجموعة مورثات، إذن يكون ناتج عن تعبير مجموعة مورثات. هذه المورثات هي A ثم C B و D. نتكلم عن الإنسان، تقع على الصبغي رقم 6، هذا عبارة عن صبغي. هذا أول شيء. المورثات A و C و B تعبيرها ينتج من المفروض عنه السلسلة ألفا للأشعر A1. تبقى لنا السلسلة بيتا دوزان. السلسلة بيتا دوزان في الحقيقة ناتجة عن تعبير مورثة أخرى، هذه المورثة تسمى بيتا دوزان، تحمل على الصبغي، هذا صبغي رقم 15، وفيه المورثة بيتا دوزان، هذه مورثة بيتا دوزان. تعبيرها ينتج عنه السلسلة بيتا دوزان. تبقى لنا المورثة دي. المورثة دي توجد لها أشكال، كاين دي بي دي كيو دي بي دي آر. الآن تعبير هذه المورثات سيعطي الأشعر A2 بسلسلته، سلسلة ألفا وسلسلة بيتا. هذا المنشأ الوراثي. الآن حتى نعرف لماذا كل فرد له أشعر A خاص به يجب أن ننتقل إلى شيء آخر، وهو الخصائص، ماذا؟
قلنا الخصائص التي تميز مجموعة المورثات التي تعبيرها يعطي السيامش. بالنسبة لمجموعة المورثات التي تعطي السيامش نسميها تعطي الأش ألا، مجموعة المورثات التي تعبيرها يعطي ما يسمى بالأش ألا، وعند الكائنات الأخرى ما يسمى بالسيامش نسميه معقد سيامش. إذن الآن ننتقل إلى خصائص معقد سيامش. خصائص معقد سيامش، عفوا، خصائص معقد سيامش. أول خاصية أنه مجموعة من المورثات. هذا ثاني شيء. نحن نعلم بأن كل مورثة من المفروض أن يكون لها الليلين في النوع وهذا وفي الفرد. في النوع يكون عندها الليلين وفي الفرد أيضا يكون الليلين في كل مورثة، لأن الليل يكون جاء من أب والليل جاء من أب، يعني بمعنى الليل يكون حامله العروس ذكري والليل حامله عروس أنثوي، والتقاء هذين العروسين سيعطي البيضة المخصبة اللي هي مستقبل الفرد الجديد، لذلك سيكون كل الليل عفوا كل مورثة مثل بالليلين. بالنسبة للمورثات اللي هي أ وسي وبي ودي، في النوع أقصد هنا الإنسان لا يكون لها الليلين، بل الأ عنده عدة الليلات وسي عنده عدة الليلات، أ دي عنده عدة الليلات والبي عنده عدة الليلات. مثال الأ مثلا حوالي 50 الليل، السي حوالي 10، البي حوالي 25 أو لا عفوا الأ حوالي 25، السي حوالي 10، البي حوالي 50، الدي حوالي 45. الآن هذا عند الإنسان، بمعنى لما نأخذ أفراد مختلفة في الإنسان نجد أن كل واحد عنده الليلين يختلفوا عن الآخر. إذن كل مورثة في النوع يعني اللي هو الإنسان يمثلها مجموعة الليلات، والفرد لا يمتلك إلا الليلين. الوثيقة الأخرى ولدي وثيقة. وثيقة 2 غير ثم نورمال. هاي هذه كلها هاي هو. لاحظوا معي جيدا، هذا عبارة عن صبغة رقم 6 حامل لمجموعة من الليلات أ يمثل حوالي لمجموعة من المورثات. الأ من المفروض عند الإنسان يمثل حوالي 25، سي يمثل حوالي 10، البي حوالي 50، الدي لاحظوا الدي كيو دي ار كل واحد لاحظوا الرقم. الآن هذا احنا هنا مثلنا هنا من المفروض من الآن ماذا من بين 25 الليل أ الفرد لا يحمل إلا الليلين، مثلا أ أ أ دو، إنسان آخر مثلا يحمل أ تروا أ سيس وهكذا، السي أيضا يحمل الليلين، البي يحمل الليلين. إذا ماذا ثم هذه مجموعة من المورثات تكون المفروض محمولة على صبغي نفس الصبغي محمولة على نفس الصبغي متقاربة ما يمكنش تنفصل عن بعضها البعض. الآن ثالثا أن الليلين لكل صفة لا توجد بينهما سيادة، إذن الليلة كل مورثة لا توجد بينهما سيادة تامة.
بمعنى أن تعبيري، وبالتالي السيادة وسطية، بمعنى أن تعبيرهما يكون متماثل، وبالتالي كل منهما سيعطي أو ينعكس على النمط الظاهري. شوفوا لاحظوا معي، هذا عبارة عن نمط ظاهري، أذن دو أسيت، يعني الفرد ماذا في تركيبه الوراثي كان حامل لأدو أذن دو أذن دو عبر، فأعطى تركيب ماذا اللي هو سمينا أذن دو ثم أسيت. إذن التعبير هذا نتج عنه، وهذا تعبير نتج عنه، يعني هذا تركيب غليكوبروتيني وهذا تركيب غليكوبروتين. شوفوا دي ار تروا، كون كانت سياده من المفروض في النمط الظاهري يكون غير واحد، اما دي تروا ولا دي ماذا ولا دي دي ار ان، وهكذا. اذا هذا بصوره عامه. اذا الان لاحظوا معي، تعدد المورثات والمورثات محموله على نفس الصبغه لا يمكنها ان تنفصل عن بعضها البعض. تعدد الاليلات في كل او لكل مورثه والفرد لا يحمل الا الليلين، الاليلات هذه هي لا توجد بينها السيادة، هذا معناته التراكيب. هذا وش يؤدي؟ التراكيب الوراثية المحتملة عددها ماذا غير محدود، يعني يقدر ماذا بالملايير، ثم وبالتالي كل شخص عنده تركيبه الوراثي الخاص به، وبهذا هذا التركيب الوراثي يعبر مما يكسب الفرد HLA خاص به، بمعنى وبالتالي كان HLA يمثل الهوية البيولوجية التي تميز الفرد عن الآخر. هذا بالنسبة لي ماذا بصورة عامة. إذا التراكيب الوراثية قلنا المحتملة جدا هائل، يعني ماذا بالملايير، لذلك كل فرد قلنا عنده تركيبه الوراثي الخاص به، وبالتالي كل فرد هذا التركيب الوراثي لما يعبر سيعطي للفرد HLA يميزه فقط. اعطني الصورة الأخرى ولدي. طيب الآن بعد ما عرفنا تواجد التراكيب الجليكوبروتينية على أغشية الخلايا ذات النواة اللي همنا، وبالتالي ما يمثل HLA، وبعد ما عرفنا الخصائص التي تميز معقد سيامش اللي تعبيره الوراثي يعطي HLA، وعرفنا أن لكل فرد HLA خاص به، الآن نحاول أن نبرز الأهمية تاع HLA. لا ننسى لما كنا تطرقنا إلى دور البروتينات في الدفاع عن الذات في حصص سابقة، ولاحظنا أن الخلايا التيكات لا يمكنها أن تصبح قابلة للتنشيط وتحول إلى تيكات مساعدة لتفرز الأنترلوكين الذي ينشط الاستجابة الخلطية كانت أم الخلاوية إلا بعد ما تتحسس إلى المحددات التي تعرضها الماذا؟ المحددات التي تعرضها البالعات بواسطة HLA ماذا؟ دو. ولا ننسى أن الخلايا التيويت لن تصبح قابلة للتنشيط وتتكاثر وتميز إلى تيويت لماذا تعمل على تخريج إلى LTC عفوا إلى LTC لتعمل على تخريب الخلايا المصابة إلا بعد ما تتحسس إلى المحددات المعروضة عن طريق سيامش أو HLA للخلايا المصابة. راح الآن نشاهد في هذه الوثيقة أين يتشكل المعقد HLA ومستضد بيبتيدي سواء ماذا وبالتالي كيف يتم عرضه. لاحظوا معي هذه الوثيقة اللي هي وثيقة 2، نذكر أبناء الأعزاء بأن هذه الوثيقة قدمت في أحد دورات بكالوريا، وهو البكالوريا الدورة استثنائية ل 2018. هنا نقدر نقول أن هذه الخلية هي بالعة لسبب بسيط. لاحظوا هذا عبارة عن مستضد تم ظاهرة البلعامة، إذن هذه فجوة بالعة. من المفروض الفجوة البالعة بعد ما تشكلت هذه الانخماصات أو هذه الامتدادات الغشائية اللي انفصلت الداخل في فشكل
من المفضل هذه الفجوه البالعه ستلتحم مع الليزوزوم الاولي وتشكل ليزوزوم ثانوي، يهضم بداخله ويحلل الجسم الغريب، واي بمعنى المستضد تبقى المحدده. الاشعله لماذا؟ باعتباره ذو طبيعه جليكوبروتينيه. النواه الاديان بمعنى المورثه ستنسخ ار ان ام، الار ان ام يترجم على مستوى الشبكه الهيوليه المحببه الى بروتين اللي هو الاشعله، اللي هو المفروض هنا اشعله ماذا؟ دو. هذا البروتين سينفصل داخل حويصله فاصله عن الشبكه في شكل حويصله فاصله عن الشبكه الهيوليه. هذا بعد ذلك هذه الحويصله راح تلتحم مع حويصلات اخرى اللي نسميها ماذا؟ الحويصلات الانتقاليه، تشكل جهاز جولجي، وجهاز جولجي تنفصل عنه حويصله. اذا هذه حويصله جولجيه انفصلت عنه جهاز جولجي او عن الديكتيوزوم، وهذه الحويصله هذه مع الحويصله التي تحتوي على بقايا المستضد يلتحم معا ويشكل المعقد. ثم ماذا؟ هذه الحويصله تلتحم مع الغشاء ويتم ماذا؟ اظهار المعقد. اذا هنا تشكل المعقد واللي هو اش ال ا مستضد بيبتيدي. هنا البالعه عفوا الخليه اللي هي المفروض التيكات تتعرف بواسطه التعرف المزدوج على المستضد البيبتيدي المعروض عن طريق الاش ال ا، ثم يحدث لها تنشيط مزدوج من جهه من قبل ماذا؟ الاي ال ان اللي افرزته البالعه الكبيره، ومن جهه من قبل الاي ال 2 التي افرزته الخليه نفسها اللي هي التيكات، وتتكاثر وتتميز بعضها الى ال تي اش. ال تي اش تفرز الانترلوكين لنشط الاستجابه المناعيه خلطيه ام خلويه كانت. هنا عندنا النواه مورثه نسخه ار ان ام، الار ان ام تترجم الى بروتين، البروتين هذا عباره عن الخليه هذه عباره عن مصابه، لذلك هذا البروتين اللي هو بروتين مثلا فيروسي اذا كانت مصابه بالفيروسات. هذا البروتين تجزا الى بيبتيدات، يعني الى البروتين هو يتكون من ارتباط عدد كبير من الاحماض الامينيه، والبيبتيد هو يتكون من ارتباط عدد قليل من الاحماض الامينيه. عاده كاين المرجع كاين اللي المراجع يقولوا اكثر من 60 حمض اميني مرتبط يشكلوا بروتين واقل يشكلوا بيبتيد، وكاين اللي يقول اكبر من 100. الان في نفس الوقت ايضا ممكن ماذا؟ مورثه اخرى نسخه رساله وراثيه، هذه الرساله الوراثيه ترجمت الى اش ال ا. اذا هنا على مستوى الشبكه الهيوليه الفعاله تمت ترجمه رسالتين ماذا؟ وراثيتين، احداهما ترجمت الى ماذا؟ الى بروتين فيروسي و او ماذا تاع المستضد وتجزا الى بيبتيد، والاخر الى اش ال ا. الان هذا الاش ال ا 2 سيرتبط مع المستضد البيبتيدي ويشكل المعقد، ثم ينتقل الى جهاز جورجي، ثم بعد ذلك تنفصل الحويصله ويتم عرضه. الان هنا التيويت راح تعرف تعرف مزدوج على الاش ال ا 2 اللي عارض ما يسمى بالمستضد البيبتيدي، وتصبح قابله للتنشيط عن طريق الاي ال 2 اللي تفرزه التيكات المساعده، ثم تتميز الى ال تي سي والى ال تي ويت ذات ذاكره. ال تي سي تتعرف من جديد تعرف مزدوج على الخليه المصابه وتعمل على ماذا؟ تحطيمها. ما ننساش ان التي ويت لا تكون قابله للتنشيط عن طريق الاي ال 2 المفرز الا بعد التعرف المزدوج، لسبب بسيط، لان التي ويت لا تشكل مستقبلات اللي تثبت فيها الانترلوكين الا بعد ما تتحسس. وبالتالي ماذا؟ لاحظوا معي ان الانترلوكين بالرغم انه يفرز لا ينشط الا الخلايا المعنيه، لان اللمفاويات تكون لا تمتلك على سطحها المستقبلات اللي ثبت الانترلوكين الا بعد ما تقوم بالتعرف. هذا بصورة عامة بالنسبة لهذا الجزء. الآن ما ننساش ماذا؟ باللي هنا التعرف المزدوج الهدف كاع منه في النهاية ينشط لي التيكات اللي تحول إلى تيكات مساعدة اللي راح تنشط الاستجابة المناعية الخلطية. هذا إذا كان البالعات هي اللي تعرفت على المستضد، أما إذا كان هناك خلايا مستضد ماذا؟ مصابة، فإن الإي ال 2 ينشط الإل تي ويت اللي تعرفت على الخلايا المصابة، وبعد ما تتنشط على الإي ال 2 تتميز إلى إل تي سي، الإل تي سي راح تتعرف تعرف مزدوج على نفس الخلايا ماذا؟ يعني على الخلايا المصابة، ثم تعمل على مهاجمتها. إذا الإل تي سي عن تقوم بدورين، لازم تتعرف على الخلايا المصابة اللي تعرفت عليها التيويت الأصلية، ثم
بعد ذلك تفرز البيرفورين ليحدث ثقوب في غشاء الخلية المصابة، وهذه الثقوب تسمح بدخول الشوارد لأملاح مختلفة فيرتفع التركيز الداخلي للخلية المصابة، بعد ذلك يدخلها الماء وتنفجر. البقايا تاع الخلايا المصابة يتم التخلص عنها منها عفوا عن طريق البالعات. هذا بالنسبة لأهمية الأش ال أ. إذا تلاحظوا باللي الأش ال أ عنده أهمية كبيرة في أنه يلعب دور في التمييز بين الذات واللاذات، وفي أنه يلعب دور ماذا؟ أنه يعرض على سطحه ما يسمى أو عن طريقه ما يسمى بالمستضد البيبتيدي، سواء كان ذو منشأ داخلي أو منشأ خارجي، حتى تتم الاستجابة المناعية خلطية كانت أم خلوية.